ولذلك احنا من الاخطاء اللي نقع فيها في تغيير السلوك ان احنا ما نحاور عيالنا، احنا نحقق معهم. اكو فرق، اكو فرق بين شخص يحقق وشخص يحاور. انا اسالكم، انتوا تحققون ولا تحاورون؟ اغلب الاباء والامهات يحققون. طيب سؤال، شلون انا اقدر اعرف نفسي انا احقق ولا احاور؟ شلون؟ في معيار اقدر اكشف فيه نفسي. شنو هو المعيار؟ علامة الاستفهام. علامة الاستفهام. فلو انا ذكرت جملة فيها علامة استفهام معناته انا قاعد احقق معه. انت وين كنت؟ علامة استفهام. مع منو كنت؟ علامة استفهام. انت شنو سويت؟ علامة استفهام. انت يعني ما كنت تدري انه هذا غلط؟ علامة استفهام. شفتوا الجمل الاربعة اللي قلتها؟ هذه تحقيق، هذا مو حوار. الحوار يعني اخذ وعطاء. بدل ما اقول انت وين كنت، اي اقول له ها يا بابا انت مستانس في المكان اللي كنت فيه. اكو فرق، اكو فرق بين وين كنت وبين هل استانست في المكان اللي كنت فيه. شفت الفرق؟ لما اقول له وين كنت يقول لي مع ربعي، بس الجواب كلمتين. ليش؟ لأنه تحقيق. لكن لما أقول له هل استانست في المكان اللي كنت فيه، المكان اللي كنت فيه كان وناسة، يقول إيه وناسة، ويانا فلان ولعبنا معاه وذاك، وأنا تعلمت لعبة جديدة وأول مرة ألعب. صارت سوالف، صار سوالف. ففي فرق، في فرق بين هل أنت تحقق أم أنت تحاور. إذا نبي تربية صح نحاور ما نحقق، نبي نغير سلوك نحاور ما نحقق. في فرق.